ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني. مساكم الله بالخير مستمعي الموجة السعودية ألف ألف أف أم، مرحب بكم، أنا هاني الحجازي في حلقة جديدة من برنامجكم خط المنتصف، البرنامج الذي يناقش فيه أبرز الأحداث الرياضية. البداية كما تعودتم بالعناوين. عناوين خط المنتصف: سمي راس الهلال يمنع من الدخول والتخبطات الزرقاء لا تزال مستمرة. أنباء عن هلالي سيقود الأخضر. صراع اتحاد القدم وجمعيته العمومية. إعلام: الكهرباء تبرئ الوحدويين من التخلف العقلي. الإصابات تحرم الأهلاويين من اكتمال فرحتهم. كانت هذه العناوين مستمعينا الكرام لهذه الحلقة في هذا المساء، ربما تكون أيضا العناوين مثيرة إن شاء الله في هذه الحلقة. أسعد بمداخلاتكم مستمعينا الكرام، مشاركتكم في الحلقة عن طريق صفحة البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأيضا هاشتاج البرنامج خط اندرسكور المنتصف، وأيضا عبر وسائل الاتصال للإذاعة. سوافيكم فيها طبعا بعد قليل إن شاء الله، ستكون كلها معنا إن شاء الله، نسمع فيها لمداخلاتكم. في بداية الحلقة اسمحوا لي في الشأن الهلالي الساخن، طبعا في البداية خلينا نرحب بضيفي العزيز في الاستوديو الكاتب القدير الأستاذ عوض الرقعان، أهلا وسهلا بتواجدك. مرحبا أخوي هاني ومرحبا بمستمعي ألف ألف. الله يعطيك العافية. الهلال ما كل الجو هذه اليومين. والله هو مو حكاية الماكلة الجو، ولكن هي الأحداث حسب ترتيبها. يعني في فترة من الفترات كان موضوع سعيد المولد يعني أكل الجو بالمعنى العامي زي ما قلت أنت. جميل. الآن طبعا موضوع لاعب الهلال اليوناني سامراس، طبعا في أحداث هي بتقود المشجع وحسب نوعية الحدث. يعني أحيانا في حدث بيشد المستمع والمشاهد والمشجع، في نوع من يعني بصراحة ما نقدر نقول إلا نوع من عدم الجدية في التعامل والاحترافية. جميل جدا، وهذه الأشياء التي تقود المشجعين للبحث خلفها بالتأكيد أيضا نحن كمقدمين ومذيعين في هذه البرامج من خلال استضافتكم واستضافة كثير من الضيوف، نحاول توعية المتابع السعودي والمتابع للشارع الرياضي البسيط بكثير من الأمور التي يجب أن يعلمها. لذلك اسمحوا لي بأن استقبل معي على الهاتف الأستاذ فيصل الجفن الكاتب والناقد الرياضي القدير الذي أكل له كل المحبة والتقدير. أستاذ فيصل أهلا وسهلا حبيبي، أهلا لي شرفا أخوك وجودي معك وعلى السادة المستمعين. الله يعطيك العافية. أستاذ فيصل، فريق جماهيري وكبير بحجم نادي الهلال يأتي محترفه في وقت متأخر ليلا أو فجرا اليوم، يمنع من دخول المملكة العربية السعودية لعدم جاهزية تأشيرة الدخول. بنظرة عامة كيف تفسر ذلك؟ لا أنا أعتقد أن هذه تفصل من ضمن التفاصيل اللي ممكن خلينا نتكلم بأشياء. جميل. ما رح منها فائدة. أنا عادة أحب أتكلم عن الأشياء الرئيسية، يعني لما بتكلم عن أشياء حدثية تحصل بنفس اليوم فبالإمكان أي واحد يلقاها تبدي كأنه تساؤل يكون ماله يعني قيمة، ولكن أنا أقيس الأمور بمجمل عام. هو ما في شك أن إدارة الهلال للأسف، وهذا الكلام يؤسفني أني أتكلم بهذه الطريقة، أنه كنت أتمنى للأمير عبد الرحمن المساعد على الأقل نهاية فترة في رئاسة الهلال، ولا هو كعضو شرف مستمر أو كمشجع مستمر، ولكن كلامي الآن حاليا على رئيس النادي تكون أفضل بكثير من الوضع الحالي. يعني أنا أشاهد الهلال في مشاكل كثيرة، هلال كل يوم في زيادة بانعدام الثقة، وهذه اللي أنا ركز عليها، انعدام الثقة بينه وبين المدرج، بينه وبين المتابعين، يعني كأنك تشاهد هلال غير الهلال المتعارف عليه. إذا بتكلم بمنطقية وواقعية وتفصيل كامل لما حدث في فترة تقريبا شبه كاملة، أنا ما أبغى أتكلم عن موسم وخلي المواسم الماضية، فأنا يعني بكل واقعية أقدر أقول أنه الأمير عبد الرحمن المساعد لم ينجح، يعني بالمجمل بغض النظر من المدرب شيلو بنتري رجعوا كواك، هذه تفاصيل أنا ما زلت أقول أن هذه الأشياء تعتبر تفاصيل، لكنها بالأخير تعطيك
المؤشرات لعمل هذه الإدارة أو أي إدارة كانت، سواء كانت في القطاع الرياضي، القطاع السياسي، القطاع التجاري، القطاع الاقتصادي، هي إدارة واحدة أنا أعتقد، لكن تختلف بطريقة إدارة الشيء المخول له. لما يكون رئيس كرة القدم أو رئيس نادي كبير مثل نادي الهلال، أنا أعتقد أنه فيه أولويات كان من الواجب أنه يتعامل معها بشكل غير ما يحصل حاليا، وهذه النتيجة اللي أكيد ما ترضي الهلالية. جميل جدا. من حديثك ذكرت بأن هذه التفاصيل ربما لا تكون هي المعنية بشكل أكبر، ولكن أيضا قيمت بأن فترة الأمير عبد الرحمن بن مساعد في نادي الهلال لم تكن ناجحة. السؤال، لماذا الآن في هذه الفترة ظهر هذا الصوت بأن الفترة لم تكن ناجحة بعد مسيرة طويلة؟ لا 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 لا، أنا خلينا أتكلم عن نفسي، لأنه عادة لغة التعميم تكون ظالمة، سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب. يعني أنا لا يمكن طبعني مع مجموعة بأنهم متميزين بمجرد أنه انتمائي لهم أو أني سلبي بمجرد انتماء. خلينا نفصل، يعني أنا أتكلم عن نفسي، ما لي في الآخرين. أنا كنت أحذر من 4 سنوات، المقالات موجودة، المقاطع في اليوتيوب موجودة، كنت أقول الهلال مقبل على كارثة، وهذا الكلام كان يعني موثق وموجود، لكن الجمهور ما يبغى يسمع الكلام هذا للأسف، وهذا واقع رياضة عام. يعني أنا ما أرمي على مدرج الهلال، أنا أرمي على جميع المدرجات، كل المدرجة بالضبط. هم ما يبغوا يسمع الكلام هذا، هو يبغى يسمع رئيس لو إن شاء الله ما مخباته ولا 5 ريال، لكن أهم شيء يجيب لي بطولة أفوز. ما يفكر بالتفاصيل اللي توصلت للنجاح، ما يفكر بالأشياء اللي ممكن تفقد هيبتك. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا طلع من الكرة السعودية ونتكلم مثلا مثال اتحاد إمارات اتحاد سعودي، النتيجة شفناها كلنا بعيونها واقعية في آسيا، شفنا المنتخب الإماراتي الممنهج والمبرمج والمعمول عليه، واللي يعطي الثقة لمدربه، واللي يعطي الثقة لمجموعة من اللاعبين، واستطاعوا انهم يسيطرون على هؤلاء اللاعبين. انا ما اعتقد انه في دولة خليجية تملك مواهب ومهارات مثل ما يوجد في المملكة العربية السعودية، بل على ان كان المملكة ان تكون تصديرها للاعبين لو في منهجية صحيح تنافس الدول الكبرى، لانه عندنا مواهب، واحنا قاعدين نشوف المواهب تخرج برا من غير تصدير. يعني انت نعرف اللي يروحوا القطر، من ضمنهم الموهبة الجوهرة النادرة اللي نفتخر فيه عموري، هو بالأخير ينطبق عليه نفس الكلام اللي أنا قاعد أتكلم عنه. فإحنا ما عندنا مشكلة من المواهب، إحنا عندنا مشكلة في إدارة والحفاظ على هذه الجوهرة. أنا بإمكان أي واحد أن يشتري جوهرة، لكن في واحد يقدرها وفي واحد ممكن يرميها وثاني يوم تتلون موجودة. هذا نفس الموضوع تسهل في كرة القدم. فلذلك أنا أقول عندنا مشكلة كنا نحذر منها. أنا كنت أحذر من شغلة واحدة، إنه لا يكون الهلال مشاكل تخرج في الإعلام، لأنه كانت هي الشيء الوحيد الفارق عن الأندية. الهلال يكون فيهم مشاكل حتى في وقت بطولاتهم الأسبوعية وفي بطولات عزهم وفي بطولات مجدهم، كانت تحصل في مشاكل هذه، لكن كانت مسيطرة عليها، كان في أولويات تغير في رقم واحد. كان الهلال مثال في هذه النقطة، الاحتواء. صحيح. أستاذ فيصل، في بداية حديثك ذكرت أنك لم تكن تتمنى بأن تكون نهاية الأمير عبد الرحمن بن مساعد في كرسي الرئاسة الهلالية بهذا الشكل، لماذا قلتها جازما؟ لأنه المؤشرات، يعني أنا بالأخير يعني شوف، المشكلة أنه لما تتكلم عن رسالة الأندية كل حرف أنت تتكلم عنه محسوب عليك، يا إيجابي يا سلبي. يعني عادة الناس أو الأغلب ما يبغى يفكر، يبغى يأخذ الماضي، أنت تتكلم بشخصنا أو غير شخصنا. أنا خلينا أتكلم الآن بواقعية معك أنت، يعني يهمني أنه أنت تختلف بغض النظر عن الناس اللي ينظرونها من جانب ثاني. جميل. عبد الرحمن بن مساعد من أفضل الرؤساء اللي مروا على كرة القدم بوضع الإثارة في خارج الملعب وداخلها. أنا أتكلم ما زلت 7 سنوات، شوف لا تأخذ لي، يعني حتى بتقييمنا قبل شوي كنا نتكلم عن 7 سنوات، نسينا سالفة ساموراس أنه ما دخل، لأني أنا عدها موضوع تفاصيل تقييم كامل. جميل. عبد الرحمن بن مساعد من أفضل الرؤساء اللي مروا على الأقل خلينا نقول 15 سنة الأخيرة، إذا نقول مع بلطان، فيصل بن تركي، منصور بلوي، لا يمكن لواحد يتابع كرة القدم بدقة ما يضع حوالي 4 على رأس القائمة. أنا أتكلم عن 10 سنوات الأخيرة. جميل. دفع من جيبه، مرض، قدم يعني كثير، حمل الضغوط. صحيح. يعني الرجل يفرج عن لوادي، وأتكلم عن رئيس نادي ثاني يبحث عن الشو بالأخير ما يدفع. هذا على الأقل أنا في معلومات أنا أعرف أنه فعلا الرجل يتحمل ديون ودفع مبالغ طائرة، هذه خلصي بنا. صحيح. ما في شك لحبه وعشق نادي الهلال، هذه ما عليها جدال. ما في شك إنه الرجل اجتهد، هذه ما عليها جدال. لكن مشكلة عبد الرحمن بن مساعد إنه عنده غلطات تنسى كل العمل الإيجابي اللي عنده. تكسم ظهر الباقي. يتعلم من أخطائه، يعني والدليل تراكم هذه الأخطاء وتصبح يعني تتكاثر بزيادة من موسم لموسم. بداية الموسم هذا كان إنه في عقود استثمارية، وأنه في اعتراف بأخطاء الموسم الماضي، من ضمنها
التعامل الإعلامي والذي أنا أركز عليه التعامل الرسمي الإعلامي لنادي الهلال أنا ما أعتقد أنه تغير شيء. يعني بعد ما بدأ الموسم ما شاهدت في التغيير وعلى القمالة مثله على مستوى اللاعبين الجماعة ترى ما قصروا جابوا لاعبين جابوا مدرب بمبلغ وقدره يعني ما حتى ما استصغروا المبالغ أو صحيح صحيح أنهم يدفعونها دفع لكن في غلطات تسويها أكبر غلطة صار على هذه الإدارة عشان ما حد يقول أنتم قاعدين تتكلمون ولا تشرحون صحيح أكبر غلطة سوت هذه الإدارة إنها كانت ماشية وان وي ماشية طريق واحد آسيا وبعد آسيا يحلها الله يعني حطوا نسبة الفوز هي المنقذة لكل شيء بعد آسيا بعد آسيا خسارتك لآسيا متوقع مثل عندي عالمية وداخلية ومحلية وعندنا مسائل كثيرة إنه يكون عندك تجربة هذا شيء طبيعي صحيح. المشكلة هنا تعامل الإدارة لم تتعامل مع هذه المرحلة كما يجب شوف أنا أفرق بين مسألة إنه اللاعبين هل من حقهم إنهم يحبطون لا من حقهم من الطبيعي إنه يحبط ومن الطبيعي إنه يعني قبلها بساعة كان عندي إنجاز إني أكون بطل آسيا بعدها بساعة أخرج من المباراة وأنا أحس بغبنة وظلم من تحكيم وأنا أديت وقدمت بس ما قدرت أسجل هي محبطة لا شك صحيح. محبطة لكن الممسك على الإدارة أنا ما تعمل كما يجب بس جميل أخيرا لذلك أنت ترى أن الأمير عبد الرحمن بن سعد يجب أن يرحل من كرسي الرئاسة أنا أعتقد أنه مو يجب أن يرحل بس بفرق يعني الفرق اللي هنا مختلف عن مسألة أو خلينا نسميها مثلا جملة يرحل جملة يرحل دائما تأتي مع السلبية أنا أقول يرحل لأنه الرجل واضح أنه متملل فقط جميل جدا أنا تتذكر قبل شوي الصفات اللي موجودة فيه حبه وعشقه والدفع المادي هذه يعني اخترنا باشتياء للهلال أو حبه أو إخلاصه للهلال لكن ما أنا ما أقول يرحل أنا أقول شكرا لك ما عندك زيادة هذا اللي أنا يعني كمتابع أنا أرى أنه عبد الرحمن كان ما عنده زيادة ولا يلام يعني يقبلون أو خلينا نقول الضغوط كبيرة مدرج الهلال كرسي نادي الهلال ساخن جدا لكن عندك أخطاء يا عبد الرحمن بن مساعد عندك إيجابيات لكن عندك أخطاء سلبيات الآن بدأت يعني نهايتك غير جيدة بالتأكيد الأستاذ فيصل الجيفي متحدثا عن الشأن الهلالي أنت من الأسماء التي بالتأكيد نحتاجها لتثقف وترفع من وعي المتابع السعودي شكرا جزيلا لك شكرا. الله يكرمك أستاذ عوض طبعا هو موضوع نادي الهلال دائما يرتبط أي نادي بالنتائج مهما تكلمنا ومهما يعني عدنا وزدنا في هذا الموضوع طبعا هذا شيء طبيعي في كل نادي جمهور والإعلام دائما بينظر لرئيس النادي من خلال النتائج هو الوضع اللي ساير في نادي الهلال بكل صراحة احنا عندنا يحتاج التغيير لا عندنا مشكلة اصلا في ادارات الاندية يعني نبدا من مشكلة سامراس اللاعب اليوناني انا ممكن اتكلم بالتفصيل هذه مشكلة ادارية يعني رئيس النادي حيكون مسؤول عن كل شيء طبعا في مسؤول فريق اول في مسؤول احتراف يعني بكل صراحة كمان احنا ما نظلم اي رئيس نادي يعني الرئيس نادي انا اروح استقبله في المطار بس انا اللي اسوي له التأشيرة انا اقول لك شيء يضع الثقة في القوية الأمين أوكي هذا كلامك منطقي ومعقول ولكن أنا حتى لما أتناول رئيس النادي كمسؤول أتناوله بعقلانية إحنا نتكلم بكل صراحة نتكلمنا على رئيس نادي الهلال نتكلم على موضوع المدرب نتكلم على موضوع اللاعبين الأجانب نتكلم على موضوع أنه زوجة المدرب وكيلة لاعب وكانت تصر على أنه اللاعب هذا ما يمشي يعني في أشياء ممكن نتكلم عليها من خلال وضع رئيس النادي طبعا في جزء الكل يتحمله والكل يدرك في إدارة الهلال إنه عملية الواحد ما بيمدح نفسه إحنا من مسك سامي الجابر طلعنا أنا ويوسف خميس وتكلمنا على موضوع إنه لابد مهاجم آخر بجنب ناصر الشمراني ومهاجم أجنبي لأنه حتى على مستوى دوري أبطال آسيا سواء نادي العين سواء نادي الاتحاد سواء نادي سد القطري جميل. أنت ما تستطيع تقارع هذه الأندية اللي يكون عندك مهاجم أجنبي فذ مهاجم أجنبي مميز هذه الفرق الثلاثة السعودية عفوا الخليجية من الأمارات السعودية وقطر ما حصلت على البطولة الآسيوية اللي من خلال مهاجم أجنبي متمكن فهي الفكرة لو تكلمنا على كأس آسيا يعني نرجع نتكلم على التفاصيل الموجودة الآن في وضع نادي الهلال الآن الوضع بالنسبة لنادي الهلال تكلمنا عليه إنه مدرب بصراحة ما للآن ما هو متوفق مع تشكيلة الفريق للآن ممكن اللاعب اليوناني هذا عنده حل وبعدين إحنا لابد نقتنع إنه في ناس بتشتغل يعني النصر بيشتغل النصر كم صبر الأهلي الآن بيشتغل صراحة لا بس شوف بقول لك حاجة النصر إنه يصبر هذا شيء طبيعي ولكن انه الهلال يتراجع هذا اللي مو طبيعي
احنا نتكلم بمنطق. الهلال بطل ولا احد يختلف احنا ما نختلف على هذا الموضوع، بس انت لابد غيرك يشتغل وانت تخفق عشان تعدي اخطائك وترجع ثاني مره، تعدي اخطائك وترجع من جديد. يعني احنا لو تكلمنا على مستوى الاجانب اللي حضرهم نادي النصر بكل صراحه، نادي الهلال عفوا، ما هم في المستوى التطلعات. يعني انت بتتكلم عن فريق بينافس الان. يعني طب اسالك سؤال. ايوه يعني حتى معلش اسمح لي، حتى اللاعبين الاثنين اللي حضرهم المحليين ما هم مستوى تطلعات المنافسه بكل امانه. انا متوقع انه ما حيلعبوا اساسيين. طب النصر حقق الثنائيه، وهذا السؤال اللي كنت بقول لك، النصر حقق الثنائيه يعتبر بلا محترفين اجانب. لا بس انت تتكلم عن النصر لما احضر اللاعبين الاجانب بكل صراحه كانوا لاعبين مميزين، ممكن لاعب او لاعبين افضل من اربعه. وبالعكس انا لي راي في موضوع اللاعب الاجانب من زمان، قلته انه احنا لاعبين اثنين يكفوا، لانه انت بتعطل 48 لاعب سعودي لما بتجي في كل نادي اربع لاعبين. وللاسف اللي باين واضح لكل الناس انه الاثنين بيلعبوا واثنين مستواهم دون المستوى او عطاهم دون المستوى. فانا بتكلم عن نادي النصر ليه؟ لانه نادي النصر مع الهلال كجار او النادي الاهلي الان او نادي الشباب فتره من الفترات، انه جميل. في تجارب، في اخطاء، بتصلح الاخطاء، بتعدل الاخطاء. ولكن احنا بوضع عام، هل اللاعبين الاجانب، والله هاني حتى المدرب لو كان سيء، اللاعبين الاجانب دائما اللي بيشيلوا اي فريق، لانه انت تتكلم عن ربع الفريق اربع لاعبين اجانب. السؤال المهم، هل اللاعبين الاجانب الموجودين في نادي الهلال بنفس المستوى اللي كانوا يجوا قبل سنتين او يتعاقدوا معه نادي الهلال قبل سنتين او ثلاث سنين؟ مستحيل. فبالتالي لما تقارن بنتلي بـ 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 بالمحور الروماني رادوي لما تقارن ويلهامسون مثلا بلاعب اخر لذلك حتى سامراس هذا اللي جايبينه، ما في مقارنه. لذلك الأستاذ فيصل يعني في حديثه تحدث عن هذه التفاصيل عندما تراكمت هي من شكلت بالتأكيد هذه وجهة هذا. هل هذا مستوى زي لما جاء؟ فأنا بقول لك ودائما أقول إنه اللاعب الأجنبي أو اللاعب الأجانب لما يكونوا في مستوى تطلعات أي فريق بيأثروا في النتائج. جميل جدا. أيضا في الشأن القريب من الهلال، تداولت اليوم بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن شخصية هلالية ربما تكون تقود الأخضر السعودي كإدارة. أيضا في الخبر في صحيفة الرياضي الخبر كان تحدثت عن هناك فصل سيكون ما بين اتحاد القدم والمنتخب السعودي واتحاد القدم. للأمانة أنا لا أفهم كيف تأتي هذه الأخبار أو حتى طريقة طرحها أو حتى من يسربها للإعلام، لأنها يعني احنا دائما نقول انه احنا الناس تمشي واحنا نمشي عكسهم. يعني ما في دوله في العالم المنتخب مفصول عن اتحاد القدم اذا صحت هذه الاخبار. انت كيف ترى هذا الموضوع؟ طبعا هذه ممكن يعني ممكن مقوله اكذب الكذبه وصدقها، فمستحيل يعني بكل صراحه. اذا ما تكلمنا على اعضاء الاتحاد، اذا ما تكلمنا على رئيس الاتحاد السعودي، اذا ما تكلمنا على اللجان، الناس المسؤولين في اللجان، يعني هذا مستوى الحريه اللي تركوا رئيس الاتحاد للناس، فالناس بتتكلم بكل صراحة بهذا المنطق. يعني الكل بيعلم والكل بيدرك انه هذا اتحاد منتخب والكل اشاد بهذا الاتحاد المنتخب، بس احنا للأسف يعني دائما مستوى تفكيرنا انه احنا قلتها كلمة انت للأسف ننقاد، ولكن انت الان عندك اتحاد منتخب، عندك اي اعتراض، عندك جمعية عمومية تعترض على الاتحاد، تفضل. لا تفضل عادي. الجمعية يعني العمومية واعتراض الجمعية العمومية بالتأكيد أيضا محور كبير وشيء صحي. شيء صحي هاني أنك أنت تعترض وتجلس مع مسؤولين الاتحاد وتتكلم معهم، من حقك في حدود اللياقة وفي حدود الأدب وفي حدود المصلحة العامة. جميل جدا. نأخذ موضوع الجمعية العمومية والصراع الدائم بينه وبين اتحاد القدم بعد هذا الفاصل. في خط المنتصف مع هناء العلواني. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام. طبعا أرقام التواصل للتواصل معنا عبر رسائل الاس ام اس للاستسي 847700 ولموبايلي 640660 ولزين 746262. أستاذ عوض الرقعان ضيفي في الاستوديو لهذه الحلقة، عود لك في الحديث حديثنا عن الخلاف الذي تراه أنت أنه صحي بين اتحاد القدم والجمعية العمومية. دعني أسألك عن هذا الخلاف من منظور مختلف قليلا. الخلاف صحي عندما يكون نتاجه تصحيح،
ولكن ماذا تسمي الخلاف عندما يكون نتاجه أنه يظهر للإعلام فقط لا غير؟ أنا هتكلم بس بدون أسماء ولكن المستمع يفهم. لما نتكلم عن الناس اللي يعني بتعترض دائما وبيطلعوا في الصورة وبيعترضوا بصورة سيئة. جميل. السؤال المهم تيجي تلقى بعض الأسماء المعترضة أصلا ترشحت من أندية هذه الأندية يعني ما تمثلهم ما يمثلوها هم دخلاء على هذه الأندية. الشيء الثاني طبعا في 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 مشكلة في اللائحة. أنا أتمنى الدكتور عبد اللطيف بخاري يراجعها إنه إن كان ما يكون هذا الموجود في الجمعية العمومية العضو لابد إنه يكون عمل في ذا النادي أقل شيء 10 سنوات. لأنه ما معنى إحنا بنضحك على النظام؟ يعني الأسماء اللي جالسة تعترض للأسف يعني بكل صراحة ما لها تاريخ على مستوى كرة القدم السعودية ولا على مستوى الرياضة السعودية. جميل. ولكن هي بتعترض لتنفيذ أجندة لبعض الناس. يعني أنا والله هاني يعني أخجل إني أتكلم بهذه الطريقة وما كنت أتمنى أتكلم بهذه الطريقة. ولكن إحنا كرة القدم حولناها إلى حرب بصراحة خارج الملعب بطريقة غير طبيعية. يعني الكل بيتابع وبيسمع بعض الأسماء المحترمة والأسماء المميزة واللي لها تاريخ كويس في كرة القدم من أعضاء الجمعية العمومية بتعترض على اتحاد الكرة. هذا شيء منطقي وشيء صحيح طبيعي الاعتراض. لكن ولكن تشعر إنه البعض يعني عنده هدف عنده أجندة قاعد ينفذ. بالضبط. يعني الموضوع تحس إنه فيه استقصاد. أنا ما أبغى يعني أتكلم عن شيء معين ولكن الاعتراض إني أنا أطلب عقد جمعية عمومية أو يعني الآن المشكلة مثلا لليوم في الصحف المشكلة في 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 عقد الجمعية العمومية. ترى النظام واضح إذا 50+1 طلبوا عقد الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية العمومية تعقد أو بطلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم. إن لم يطلب الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية يطلبوا. لكن في بعض أعضاء الجمعية العمومية غير مقتنعين بما يطرحه بعض الأعضاء اللي يطالبوا بهذه الأمور. لذلك هم يتجهون للإعلام ل يعني على قولهم الضغط على الاتحاد السعودي لكرة القدم. وإن كان هذا الحديث لا يبرئ ساحة الاتحاد السعودي من كثير من الأخطاء. هذا شيء طبيعي. شيء اللي بضيفه لك إنه حتى يعني لو الاتحاد السعودي ما وافق والاتحاد السعودي نقدر نقول مثلا ما كان له إذن صاغية لهم من حقهم يرفعوا للفيفا ويجبر الاتحاد السعودي على عقد الجمعية العمومية. طبعا احنا ما بدنا نتكلم عن أخلاقيات أحمد عيدة وأعضاء اللجان أو مسؤولي الاتحاد. يعني الكل يدرك إن هم ناس رياضيين ناس اشتغلوا في الرياضة ناس هم من الأندية هم نتاج الأندية. فإحنا كأننا يعني نشتم نفسنا. فأنا أتمنى إنه لو في اعتراض لو في كذا لو في الجمعية العمومية وكل واحد يثبت وضع الاتحاد السعودي. وأنا بقول لك اللي واضح إنه الكل بكل صراحة بيتجه إلى أي مشكلة أو خطأ يقع فيه الاتحاد السعودي بيتحول هذا الخطأ إلى كارثة وبالتالي لابد إنه يمشي هذا الاتحاد. لا لابد إنه يمشي هذا الاتحاد في أي فرصة وفي أي وقت. يعني أخطاء بتجدها في كل الاتحادات العالمية وفي كل الاتحادات. إحنا ما نبرئ الساحة ولكن فعلا في حملة للأسف ما بقول سلسة ولكن حملة للأسف يعني غير رياضية على مسؤولي الاتحاد السعودي. وإحنا نرجع ونقول نفس كلامك إنه في بعض اللجان في بعض الأعضاء عندهم مشاكل وعندهم ما ننكر هذا الشيء. جميل. بس يكفي الحرية اللي منحها الأخ أحمد عيد لرؤساء اللجان والكل بيتكلم عن موضوع اللجان وكيف هذه اللجان بتتخذ قرارات دون الرجوع للاتحاد السعودي أو رئيس الاتحاد السعودي عفوا. جميل. كمسؤولية يعني تامة لأعضاء هذه اللجان. هذا الشيء ما كان موجود ولكن يعني يرجع ونقول إنه في ناس هدف لها إنه الأخ أحمد عيد يمشي وهي مسألة شخصنا لا أقل. جميل جدا. الأستاذ أحمد عيد ليس من المفترض مقابل ما سمح به كما ذكرت من حرية رأي ليس من المفترض منه كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يكون شفاف أكثر من المطلوب بأن يضع كل شيء أمام الجماهير السعودية حتى لا تؤلب عليه. هذا شيء طبيعي. يعني تصور وصل الحد إلى أن البعض يغرد على موضوع أنه ناصر الشمراني ما تكلم عن ناصر الشمراني ما أخذ قرار في ناصر الشمراني ما رد على ياسر القحطاني. يعني تصور إحنا وصلنا لأي مرحلة. فهي بكل أمانة بعض الإعلاميين لهم دور بعض
يعني ما بقول لك ما بنقول مستفيدين، ولكن المنقادين لهم دور كبير. راجل له سنة بالضبط، ممكن سنة وشهر أو سنة وشهرين، يعني هل نتكلم عن عمل خلال سنة وشهرين وفي تراكمات؟ يعني إحنا من تقريبا من 2004 وإحنا ما حققنا أي بطولة، لنا 11 سنة صحيح. يعني ما هو ولادة أمس عدم تحقيق البطولات أو بعض الإخفاقات، من سنين. فإنت لابد يعني الآن على مستوى الفريق المنتخب الأولمبي، المنتخب الأولمبي الآن قدم لنا مجموعة جيدة من خلال أخ بندر نجعيثن، وبظروف سيئة ومدرب مشي. أنا بس أسمح لي بتكلم على موضوع لما تكلم الأخ فيصل قبل شوية، أنا بضيف معلومة مهمة وممكن الناس تعرفها ولكن ناسيتها. منتخب العراق، منتخب الأمارات اللي احنا بنشوفه، والمنتخب السعودي كانوا 2010 على مستوى الشباب في كأس آسيا للشباب في الصين. صحيح. المنتخب السعودي راح اتفوق عليهم مع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واستراليا، وصل كولومبيا كأس العالم للشباب 2011. منتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية انتقل للأدوار العليا، منتخب استراليا وكوريا الشمالية مشي، كان الكابتن خالد القروني معاهم. صحيح. لأول مرة يحصل المنتخب السعودي، جاء المنتخب السعودي من هناك الشاب خالد القروني، جاء له عقد من نادي الاتحاد، المفروض كان يرجع ولكن كان في خلاف بين نادي الاتحاد السعودي والكابتن خالد القروني. الآن إيش اللي صار؟ الأمارات اللي خرجت استمروا على مدربهم، العراق استمروا على مدربهم، بعدين ما شوف كأس الخليج جابوا الكابتن راضي شنيش. جميل. إحنا بكل صراحة مجموعة البصاص، مجموعة الشهراني، مجموعة فهد المولد، مجموعة ياسر خضري، مجموعة كبيرة، معتزل هوساوي، هذه هي نفس مجموعة الأمارات والعراق. أنت بس أبعدت المدرب بالظروف وهم أبقوا على المدرب. صحيح. شوف النتاج هناك، شوف النتاج. فمعناته إحنا مشكلتنا لا زالت مننا، مشكلتنا موجودة، المصالح الشخصية. لا، ولو استمر كابتن خالد القروني، كان تكلموا على خالد القروني قالوا إيش عنده المدرب الوطني، شدوا حيلكم يا شباب. يعني إحنا صراحة شعب رياضي تقدر تقول عنا نحبط نفسنا بنفسنا. جميل جدا. نحن نتمنى بأن يسخر رب العالمين للمنتخب السعودي وللرياضة السعودية من يعيد الفرحة لنا كمتابعين لكرة القدم السعودية من خلال المنتخبات السعودية. طبعا أستاذ عوض، في موضوع آخر، أمس في اللجنة الأولمبية السعودية وقيمت في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ندوة عن المسؤولية القانونية للإعلام الرياضي في ضوء الإعلام الجديد. حقيقة ندوة مهمة في المسمى. أنا من خلال الصور اللي شفتها، شفت الحضور يعني لا يرتقي لمسمى حقيقة هذه الندوة، وأيضا للأسماء الموجودة في الطرح، سواء الدكتور محمد الحمودة وحتى الأستاذ أحمد الفهد، بالتأكيد أسماء كبيرة، ويجب أن يفعل دور التوعية في مثل هذه الندوات. أنا على هذا الموضوع يسعدني بأن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الفهد، الكاتب والإعلامي الرياضي القدير. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بتواجدك. أهلا وسهلا بك أخوي هاني، أرحب فيك ورحب بالأستاذ الصديق العزيز عوض وفي جمهور مستمعي ومستمعات الإذاعة. سامحني طولنا عليك. صحيح. بالعكس، أبرك. المنتخب دائما ما يؤلمنا، يعني حديث الألم مستمر. صحيح، حديث الألم مستمر، والألم مستمر، ويبدو أنه يعني ذا المفتين وذا بالعجيب، لكن إحنا على المقام نستهد بالقول، ويعني نقول ما نظن أنه صحيح، ونتمنى أنه في يوم الأيام أنه على الأقل يأخذ يعني بعض ملاحظات النقاد والكتاب، ويعني تأخذ على محمل الجد، وأنا متأكد من بينها يعني اقتراحات مفيدة ونافعة. جميل جدا. على موضوع هذه الندوة التي كنت فيها بالأمس أستاذ أحمد، حقيقة يظهر تساؤل عريض، متى نرى دور هذه الندوات التوعوية يفعل بشكل أو بآخر على أرض الواقع؟ والله شوف، طبعا للأسف شديد أنه الندوات اللي تتكلم عن التوعية بشكل عام، سواء التوعية القانونية أو التوعية المتعلقة يعني بالأداء الإعلامي أو بالتوعية المتعلقة بتحسين تصرفات وطباع وسلوك الجماهير بشكل عام. جميل. أو التوعية المتعلقة بالتعامل مع الآخر عادة ما تحظى، يعني ما تحظى يعني بقبول ما يتعلق بالحضور، لأنه هي امتداد عارف للمقالات اللي يكتبها الكتاب، وامتداد يعني للظهور الإعلامي لبعض للإعلاميين سواء الإذاعي أو التلفزيوني، وبالتالي الجمهور
يسمع كلام لكنه ما يشوف شيء مطبق. يعني أمس مثلا في الندوة احنا كان في شقين في قانوني يتكلم عنه الدكتور محمد كمستشار قانوني وكمحامي وكرجل خبير في هذا السجاة، وفي شق متعلق يعني متعلق عن ضوابط الأخلاقيات المهنية ولماذا من وجهة يعني مجرب على الأقل مغرد مجرب أو إعلامي مجرب. جميل. لماذا لماذا يستمر المسيئين والبذيئين في يعني في بذاءاتهم وساءاتهم الآخرين؟ وأنا يعني شخصيا رأيي إنه غياب القانون غالبا أو أحيانا غياب القانون أحيانا وعدم تطبيقه غالبا هو السبب. يعني اليوم المسيء اللي يهدد بالقانون لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات ولا يرى عقوبة فعلا على أرض الواقع، فبالتالي هو يعتقد أن كل هذا من باب التهويش. نفس موضوع نزول الجماهير للملاعب، يعني كل شيء إحنا عندنا مشكلة في يعني إنه القانون غائب أو إذا كان موجود لا يطبق. يعني أنا مثلا عملت في الصحافة في خلينا نقول في صحيفة الحياة أخر سنوات من المسيرة الصحفية يعني قبل أن أعتزل عن الصحافة. جميل. اليومي العقوبات اللي كانت توقع على الصحيفة كانت تتعلق بكتاب رأي بتقارير أخبار محلية بموضوعات سياسية بكاريكاتير معين. جميل. يعني بالنادر جدا بالنادر وبالنسبة لي لا أعتقد أنه لم يحدث أن عوقبت الصحيفة على موضوع رياضي في لجنة في وزارة الإعلام في لجنة اسمها لجنة النظر في المخالفات. لجنة النظر المخالفات بحسب علمي الشخصي أنا معلومتي الخاصة أنه لهم يعني ما يربو عن السنة وأربعة أشهر لم يجتمعوا للنظر في مخالفة واحدة، ولكن تتخيل أن هذه اللجنة هي معنية بالنظر في مخالفات الإعلام الرياضي والإعلام السياسي والإعلام الثقافي والإعلام المحلي وكل ما يتعلق بالإعلام، وبالتالي على طاولتها يعني كم هائل من القضايا. ولكن تتخيل أن لها سنة وأربع شهور ما أدري يمكن يجتمعوا قبل أربع شهور هذا الشهور، بس أنا يعني وظلت هذه اللجنة معطلة لمدة سنة وأربع شهور فتراكمت القضايا، فمنها ما يعني أهمل أو يعني ألغي على القائمة ومنها ما عمل له. في ضمن هالقضايا كلها تخيل انه الاعلام الرياضي مهمش يعني او مهمل رغم انه هو التاثير الاكبر. يعني شوف هو في انا اعتقد انه الانطباع اللي عند وزاره الاعلام او عند الجهات المعنيه حتى الامنيه المعنيه بالمغردين لما يجيهم موضوع عن رياضه انا اعتقد إن عندهم نفس الانطباع العام اللي عند الناس اللي هو خليهم يتسلوا عارف لا تراها كوره يعني وكانه يعني لما يقول تراها كوره هو طبعا ينتقص منها وانها في النهايه كوره وش يعني جلد منفوخ وش يعني صحيح. لا تحملون فوق طاقاتنا ولا تزعجونا، مع انه هذه الكوره اللي يقولوا عنها كوره هي القضيه هي محصوره في كره القدم، هي محصوره في جمهور كره القدم اللي يعني ب 60-70% منه يشكله شباب تقع معهم بين 12 من العمر الى 24 من العمر، وهذه المرحلة العمرية هي مرحلة تشرب الأفكار التطبع والطباع، يعني الخطأ يصير يعني قد يتحول الخطأ إلى بالتأكيد نهاية فيما يتعلق بالسلوك. وفي المجمل هي صارت واجهة، يعني كرة القدم أصبحت يعني مظهر رئيسي لكل الدول. يعني ما في شكل اليوم أخوي هاني أنت تشوف في تويتر مثلا صار الشتم للأسف اللي يجري حتى على ألسنة إعلاميين وليس على ألسنة الجمهور فقط. صحيح. فإذا أخطأ الإعلامي وأنا لا أزكي نفسي طبعا قد أكون أنا من المفرطين يعني بهذا السوء، لكن أنا أقول أنه لما يجري تجري البذاءة وتجري التخوين ويجري الاتهام بالباطل ويجري الكذب ويجري الشتائم على لسان إعلامي أو على لسان مسؤول رياضي أو على لسان لاعب، فبالتالي لا نستغرب انه جمهور المقلدين او الذين يرون في هذا الاعلامي وهذا المسؤول وهذا الشخص انه هو قدوه وان كل ما يفعله صحيح انهم يقلدونه، لانك يعني لك ان تتخيل انه الخطا في فتره من الفترات يصبح امرا مقبولا ومستساغا وهذه مشكله. جميل. احنا عندنا مشكله ثانيه تتعلق بس في عجاله. ايوه اسمح لي. هي تتعلق بالعفو. العفو هذا سلوك طبعا اسلامي. أنا مرة في برنامج زميلنا بركي العجمة كورة على قناة روتانا كان في مداخلة للأمير عبد الرحمن سعد وأنا رجوت رجاء حار يعني وكررت رجائي أنه لا يعفو عن المسيئين له شخصيا ولا على نادي الهلال. نعم.
وهالكلام قلته هل وقلت انا هالكلام اقوله لك لانه انت معي ظهر التلفزيون الان، لو ظهر رئيس النصر سأقول له نفس الكلام، لو ظهر رئيس الاهلي او الاتحاد بقول نفس الكلام، لا تتنازل لا عن قضايا تتعلق بناديك ولا قضايا تخصك كمستك حتى تكون رادعة. قال اي قلت لي انه انتم اذا يعني تمشون في قضايا سنه سنتين ثم يصدر فيها حكم ثم تعفون خلاص الناس يصير عندها شعور انه ما لا يهمك في النهايه ما حيسوي شيء حيعفو عنه حتى لو صدر عقوبه. الناس او بعض الجماهير زعلوا مني وقالوا انه هذا يعني انت كيف يحرض وطالب لا كيف تطالب بانه هذا سلوك اسلامي وخلق يعني جزء من خلق المسلم سبحان الله يعني وكانه الشتيمه ليست سلوكا غير اسلامي. صحيح. عارف هم ما عندهم مشكله انهم يشتموا بس عندهم مشكله انك ما تعفو. صحيح. وهنا يظهر الاسلام يبرز بصوره كبيره هناك ما يظهر الاسلام والاخلاق بالتاكيد استاذ احمد. عشان كذا انا اقول الفكره وصلت بس على عجاله. إيه لا انا اقصد حتى هذا انت وانا علقت عليه حتى قلته في الندوه اللي هو العفو العام اللي اقرر الرئيس العام لرعايه الشباب ايضا هذا جزء من الخلل لانه انت باختصار شديد انت يعني تقول للصافع عفوت عنك وتقول للمطبوع الله ربنا وربك. كلام مهم جدا. انت مخزون كبير يجب ان يستفاد منك بشكل او باخر. انا سعيد بمداخلتك واتمنى انك توعدني يعني على الهواء ان شاء الله بمداخله ثانيه. تحت امرك الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك استاذ عوض. احمد الفهد معليش احنا طولنا عليك. يقول بصريح العباره بان العفو الذي حصل من الرئيس العام لرعايه الشباب ربما يكون سبب في المشكله. انا اختصر لك، انا ممكن حديت 25 سنه في هذا المجال. انا اتمنى انه تحول كل القضايا اللي بتصير فيها شتم من الاعلاميين او غير الاعلاميين للاعلاميين او لمسؤولي الرياضه للمحاكم المدنيه، وهذا صراحه في النهايه يحفظ للناس حقوقها. لانه بكل صراحه وزاره الاعلام ايش دخلها لما مثلا هاني يشتمني او انا لا قدر الله اشتم هاني او وديفر، هذه مسؤوليه المحاكم المدنيه. فلا بد انه وزاره الاعلام الموضوع هذا لأن الموضوع ما صار في كورة. لما يطلع واحد يقول تحول هذا النادي إلى كلام فاضي أو هذا الصحفي شكله كذا أو كذا أو كذا، يا أخي عيب الكلام هذا. صح. يعني بكل صراحة لا الدين لا العادات لا التقاليد ولا الإنسانية. يعني أنت تعرف أنه في مصر الحبيبة كل يذكر أحمد شوبير أبعد أوقف بسبب هذا بسبب أنه تعدى على رئيس نادي. صحيح. من خلال المحاكم المدنية. نتمنى أنا أتمنى أنه تحول كل القضايا بين الناس. لا تقول لي مسألة جلد منفوخ لما بتكلم عن مباراة أو لاعب بعينه ما أدى مستوى، لكن تشتمني في شخصي، تشتمني في نسبي، تشتمني في بصراحة بأشياء يعني بعيدة عن العمل. وبعدين بتروح اقاضيك وزاره الاعلام، يعني مو منطق. فلا بد احنا نحول هذه القضايا ايوه لمحاكم مدنيه وخلاص ترتاح. جميل. كل واحد يحترم نفسه. جميل جدا. فاصل قصير مستمعينا الكرام ولا نعوده. ضربه البدايه في خط المنتصف مع هناء العلواني. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام في حلقة من برنامج خط المنتصف. ضيفي في الاستوديو الأستاذ عوض الرقعان الكاتب والإعلامي الرياضي القدير والخبير أيضا في المجال الرياضي. طبعا قبل فترة صحيفة مكة كانت فيها خبر عنوانه أن بشكل أو بآخر، يعني أنا الخبر بالضبط ما أعرفه، ولكن محتوى الخبر بأن قرب نادي الوحدة من محطة الكهرباء ربما أيضا يحدث أو يسبب بعض الشحنات الزائدة في الجسم أو حتى في العقل وتسبب بذلك تخلف عقلي. اليوم في صحيفة مكة خبر من شركة الكهرباء ينفي هذا الكلام، يقول بأن محطة التوليد الموجودة بجانب نادي الوحدة تخضع لكثير من الاشتراطات وكثير من الأمور. أيضا نشرت يعني كثير من الإحصائيات والمسؤوليات بأن أيضا هذه المحطة لا تعمل، هي محطة احتياطية، وكثير من الأمور في الخبر في صحيفة مكة. حقيقة أنا ما شدني زعل الوحدويين على موضوع العنوان بشكل أو بآخر، لذلك أثرت أن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ طلال سروجي مدير عام نادي الوحدة للحديث على هذا الموضوع ووجهة نظر الوحدويين في هذه النقطة. أستاذ طلال مساك الله بالخير. حياك الله. الله يعطيك العافية. واتهمتم بشكل أو بآخر بأن قربكم من محطة توليد الكهرباء
قد يسبب لكم أي شيء في جانب التفكير. نعم اتهمنا في هذا والمتهم جارنا, يعني هو حيكون حينوم بنفس النصف إنه تخلف, هو حيكون متخلف زينا, لكن المنشط كان مخفقر الوحدة وهو ناسي, يعني الحقيقة خبر كان مزعج جدا وكانت أبعاده يعني الاجتماعية والدينية كلها مخاطئة, ولا استند إلى دراسة مثلا ولا استند إلى علم إلى معلومة صحيحة, أطلق الخبر وخلاص. يعني ما قريت أستاذ طلال التأكيد اليوم من شركة الكهرباء بأن محطة التوليد بجانب نادي الوحدة تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة بحماية البيئة في السعودية. سيد النادي في حي سكني, هناك أهم يعني في عائلات كل حي سكني النادي أهم من النادي اللي عمل في فترات مفترقة. نعم النادي في حي سكني, وبالتالي ما يجي للسكان نفس الشيء. وعلى فكرة هذا الموضوع هذا وثير قبل حوالي 15 سنة. جميل. بنفس الطريقة ونفس الشركة نفس الشيء, وطلعت دراسة لأنه طلعت دراسة دقيقة في هذا الموضوع بوضوح جدا أنه ما في أي خطورة علي أحد ساكن قرب. لكن هو المشكلة فقط في الإثارة اللي بحث عنها جريدة. جميل. بدون أن تلع الأثار اللي ممكن تسببها للناس, يعني أنت ما تصور حتى من نادي الفيل بعض اللاعبين الصغار اللي يسأل صحيح الكلام هذا, يعني فعلا في هذه تخلف عقلي بين المشاكل. قلنا ناس الآن 35 سنة النادي في مكانه ما قد طلع من النادي واحد متخلف عقليا, وخاصة أنه الجديدة اللي خطير في الجديدة أنه رفضت سلوك الشمراني ناصر بطريقة ولا أخرى أنه هو يعني بهذا الموضوع أمر إيه بهذا الموضوع, وهذا أمر خطير, هذا أمر هذا غير مسؤول اللي كتب الكلام الحقيقة غير مسؤول. جميل. المفروض أنك تحاسب الشخص هذا, يعني حاسب خاصة من بدأ يعني شخص الموضوع شخص نفسه في ناصر الشمراني. جميل جدا. للأمانة أنتم أهل مكة والمكاوين يعني حبايب وطيبين بشكل كبير. يعني شكرا جزيلا لك أستاذ طلال سروجي مدير عام نادي الوحدة على هذا الإيضاح. أستاذ عوض تعليقك على الموضوع. معلش بس اسمح لي, أستاذ طلال يقول للناشئين والأشبال يسألوه. سرد هو نفس الصحفي اللي كتب التقرير, ولكن إذا كان من إنسان مطلع من إنسان خبير, وأنا قلت لك قبل الهوى قلت لك إنه الناس الساكنين في المنطقة ممكن لهم أكثر من 30 سنة يعني قبل نادي الوحدة. ممكن أنا أضيف حاجة إنه ممكن هذا الضغط العالي والكهرباء أضاف للوحدة شيء جميل, إنه الوحدة دائما أبطال في الجودر, فبقدر انه ما نظرنا لها نظره سلبيه, احنا ممكن نظره ايجابيه, يعني الوحده دائما على مستوى الجوده هم افضل نادي في المملكه. جميل جميل. فانا جدا. اتصور انه الموضوع اخذ اكبر حجمه, ولكن لازلت اكرر انه انا ما قريت الخبر, والخبر اعتمد على مين في كتابته. الوحدويين راوه اسقاط انت تقول لا من حقهم من حقهم من حقهم انهم يردوا لا من حقهم يردوا ومن حقهم انهم من حق الصحيفه انها يعني المفروض ان الصحيفه اليوم الصحيفه المهنيه نشرت رد مع الكهرباء. طيب كويس هذا الكلام, وبالعكس هذا شيء صحي, بس انا بقول لك انه هل اعتمدت الجريده عليه؟ انا ما لانه ما شفت, انا شفت العنوان يعني لكن ما قرات الخبر من داخل. ولكن انا اتمنى انه احنا يعني بعد كذا, لأنه موضوع زي ذا بيأثر على الشباب, هو المؤلم أنه يأثر على كذا, ومن حقهم كصحيفة. أنا كنت يعني صحفي لحد ما في إثارة, ولكن إثارة مقبولة ومن خلال أصحاب الشأن. جميل جدا. أستاذ عوض آخر موضوع لدينا وإن شاء الله على عجل ناخذه, الأهلي والإصابات. والله أحيانا يعني الواحد ما اشتغل في اللياقة, ولكن من خلال متابعة ومن خلال معرفة طبعا عادة بيكون الضغط العالي. جميل. التحمل العالي. جميل. العودة من منتخب مثلا, لأنه مدرب اللياقة في المنتخب يختلف عن مدرب النادي. جميل. الملعب اللي بيتمروا عليه كانوا في المنتخب بيختلف عن الملعب اللي في النادي. أمور فنية. لا مو أمور فنية, تقدر تقول عنها أمور خارج العقل وخارج المنطق, لأنه زي ما قلت لك أنا ممكن على مستوى اللياقة اللعيبة عليهم حمل جو من المنتخب على مستوى التوقف
على مستوى السفر، يعني تكلم عن لاعبين بيسافروا من منطقة لمنطقة، كلها هذه وكلها هذه بتأثر على على اللاعب. ولكن طيب. أنا دائما أقول إنه اللاعب اللي بيهتم بنفسه يهتم لنفسه كشخصه هو من خلال صالات الحديد، من خلال يعني الكل بيلاحظ نموذج عندنا الكابتن جميل. حسين عبد الغني شوف سنه كم ما شاء الله. بالتأكيد. أنا من هذا التساؤل أسأل معنا على الهاتف السعودي من يكون معنا الدكتور وائل عمر أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل بجامعة أم القرى. دكتور أهلا وسهلا بتواجدك، أسألك من حيث انتهى الأستاذ عوض بأن اللاعب يجب أن يهتم بنفسه، أنتم كمتخصصين وبشكل تخصصي وعلمي إذا اهتم اللاعب بنفسه بشكل كبير ممكن يتجاوز هذه النقاط؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله دكتور. أنا سعيد جدا بالحديث معكم. الله يعطيك العافية. ومعليش إحنا الوقت أصلا بشكل بسيط، يعني اليوم الحلقة كانت مليئة. أنا برضو بالنسبة لموضوع الإصابات في النادي الأهلي أو غيره، أنا ملاحظ إن في نسبة إصابات كبيرة جدا جدا. صحيح. بالنسبة للاعبين المحترفين والاحتراف بالنسبة للرياضي يعني وظيفة، الوظيفة من أهم شيء فيها هي الاهتمام بالحالة البدنية للاعب. في أسباب كتير للإصابات زي ما تفضل بيها الأخ اللي اتكلم قبل كده. جميل. ممكن يكون سوء التنظيم ما بين طريقة اللعب، ما بين الأحمال التجريبية، الإعداد البدني الغير سليم، أو النقص في بعض عناصر اللياقة البدنية، أو نقول عدم التكامل في عناصر اللياقة البدنية. ممكن يكون السبب نوعية أرض الملعب، لأن إحنا لو لاحظنا نوعية أرض الملعب حاليا بعيد نوعية أرض الملعب في السابق من 10 سنين مثلا، من 10 سنين ما كانتش نسبة الإصابة بالرباط الصليبي بالدرجة العالية دي. جميل. دلوقتي نسبة الإصابة مع التقدم العلمي في نوعيات أرض الملعب ومع التكنولوجيا الحديثة بقت أكتر. فبيكون السبب اللاعب نفسه ما عندوش تناوب ما بين الراحة والمجهود. جميل. التغذية. قد يكون السبب في الأدوات اللي هو بيستخدمها اللاعب زي الحذاء اللي هو بيلبسه، زي نوعية الملابس. كلها هذه مهمة دكتور في التقليل من حدوث الإصابات. كلها مهمة جدا، بس انت حضرتك ذكرت نقطة في الأول. تفضل. إن مدى اهتمام اللاعب بحالته البدنية بشكل شخصي يقلل بيأثر في تقليل نسبة الإصابات عنده في الملعب. جميل. ومدى الاهتمام بتنظيم حياته سواء حياته الشخصية واللعب في المباريات، وخاصة ان هو ممكن يتجمع في مباريات مع المنتخب ويرجع الفريق بتاعه ويلعب بعديها بيومين ثلاثة. جميل. ويطلع ثاني معسكر، فالعملية التنظيمية دي شخصيا بتأثر في تقليل نسبة الإصابات بنسبة كبيرة. كبيرة. بنسبة كبيرة. دكتور وائل عمر أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لمداخلتك، وأعتذر أيضا لضيق الوقت. أستاذ عوض، أسئلة كثير تردني، سعيد المولد اتحادي بعد قرار لجنة الانضباط والاستئناف، بشكل مختصر في نصف دقيقة. لا زال لدى اللاعب متسع، طبعا اتحادي نظاما هو وقع وهذا حق مشروع النادي الاتحاد، ولكن أنا تكلمت قبل كده وغرت أنه اللاعب من حقه انه هو يستأنف في محكمة الكاس اذا ما كان الاتحاد المحلي هو يرى انه ما انصفوا، لان اللاعب حق مشروع له، وفي لاعبين كثير اجانب انهوا عقودهم هم في بداية عقودهم، واللاعب لدى الاتحاد الدولي او محكمة كاس هو لاعب محترف سعودي او غير سعودي. القضية قضية لاعب وليست قضية النادي الأهلي بالتأكيد. هذا شيء طبيعي، وبالعكس النادي الأهلي هو كان يعني طرف، هو ادخل نفسه كطرف المفروض ما كان يكون طرف هذه القضية. رأي جميل جدا، شكر جزيل لك أستاذ عوض رقعان على تواجدك اليوم في هذه الحلقة. شكرا، وإن شاء الله نرجع على البيت بدون زحمة. الله يعطيك العافية بإذن الله. شكر لكم موصول مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، نتمنى إن شاء الله بأن نكون قد وفقنا في تقديم وجبة رياضية خفيفة تليق وأيضا ترتقي بالفكر الرياضي في الوسط السعودي بإذن الله. إن شاء الله غدا في نفس الموعد ألقاكم، في أمان الله. We'll be right back.